انهت الاداره العامه للمرور جميع الترتيبات المروريه لضمان انسيابيه الحركه المروريه وتسهيل عمليه الدخول والخروج من والى حلبة البحرين الدوليه وتامين السلامه المروريه للجماهير المتوجهه لحضور سباقات جائزه البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلا 1 والفعاليات المصاحبه لها نعم واكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفه مدير عام الاداره العامه للمرور أنه تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الرامية إلى إنجاح استضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا 1 قامت الإدارة العامة للمرور بوضع نقاط ثابتة ومتحركة للدوريات المرورية على الشوارع المؤدية من وإلى الحلبة إضافة إلى تجهيز غرفة المراقبة المرورية بالإدارة لمتابعة حركة سير المركبات على الطرق هذا وتنوه الاداره العامه للمرور باهميه التوجه للحلبه مبكرا والتاكد من جلب تذكره الحضور ووضع الملصق الخاص بالمواقف في مكان بارز لتسهيل دخولهم للحلبه والتعاون مع رجال المرور في موقع الحدث والتقيد بتعليماتهم لضمان سلامتهم وضمان انجاح الحدث